قبل صحيح. هالانقطاع تبع الشغل كنا نشتغل فنان موزايك بعمل لوحات. وطبعا مثل ما بتعرفي يعني هلا وقف الشغل لعدة اسباب، من هالمرض، من هالقطع الكهرباء، من هالامور، هاي ازمة الدولار، هالامور يعني وصلت الوضع لحتى انه البراد يفضى. يعني فضل البراد يا ريتنا نأمن فيه لقمة الخبز يلي بنحسن ناكلها. ف يعني ما فينا نحكي اكثر من انه فنان موزايك بيته فاضي من الاكل. يعني ما بدنا نحكي عن خضار، ما بدنا نحكي عن فواكه، ما بدنا نحكي عن شيء ابدا، بس الاساسيات. يعني سطلة اللبنة اليوم حقها 10,000 ليرة، كان حقها 2000. يعني هذا الوضع كله خلانا نقعد جامدين، عندنا اطفال، عندنا اولاد، عندنا كسر اجارات بيوت، يعني صار تقريبا شيء سنة سنة ونص بالمرة. والله مثل ما هيك شايف الوضع ابدا زفت، لا مصاري لا اكل لا شرب. هي شفت عينك البراد فاضي ابدا، يعني انت جيتي وسبحان الله على الصدفه. يعني انت مثلا اكيد ما بتقبلي على حالك انه والله اولادك يناموا شي نهار بلا اكل، مثلا هن جوعانين، ولا مثلا ولا امك ولا اختك. يعني احنا هيك الحمد لله يوم ناكل 10 لا، يعني صح المحفوظات تاني ابدا. يعني هلا المحفوظات حقه 25,000، هذا مين بيشتري؟ والحمد لله احنا عم ننظف اولادنا. هلا بنتي عمرها سنه ونص، انا بلشت ننظفها لانه عن جد ماني قدراني اني اجيب. واجار البيت تاني علي، يعني هلا دين 3 ملايين واكثر كمان لصاحب البيت، وكل فتره وفتره بيجي بنقر علي انه بده مصاري. وضع المعيشة كتير كتير غالي، يعني الأسعار فوق الخيال، كله غالي غالي غالي. يعني بدون الزيت اللي كان حقه 10,000 وشي صار حقه 40,000 و50,000. يعني الوضع مو طبيعي، الشغل ما فيه. بالنسبة لموضوع الكورونا كله بيقول لك حجر، كله بيقول لك شو اسمه، يعني ما عاد فيها هالأمور اللي صفياني عنها. يعني الوضع مثل ما بيقولوا تحت الحديدي لسه، لا تحت وأكتر. وهي الوضع مثل ما انت شايفة، كهرب ما في وأكل، يعني مرتين أو ثلاثة بالأسبوع الطبخة بيكون في أو ما في، أكثر الأحيان والله ما في. هاي شفت عينك يعني إنه في تصوير، فيك تصوري كل شيء بالبيت وتفرجي هون ياه. وبالنسبة للأولاد، أنا عندي هاد الصغير عمره 2 سنين، أنا ما عطيته حليب، ربيته على اليانسون وعلى الكمون. حتى اذا بدك تروحي تشتغلي شغل ما في، يعني لا شغل ولا عامله، واسعار بالنار وكهرباء مقطوعه ومي ما في. حتى انا رحنا نشتغل، عرفت شلون؟ ما لقينا شغل، انكسرنا على الايجار. جينا لعند الحجه والدتني، جينا قعدنا عندها بغرفه صغيره، عرفت علي كيف؟ ومثل ما انك شايفه انت البراد، ومثل ما انك شايفه الوضع. جينا قعدنا وانكسرنا على الايجار عند الزلمه، نحن استاجرنا شقه قعد فيها وكسرت شي 1.5 مليون، عرفت علي كيف؟ وما معي انا اعطي للزلمه، ملحن من محل لمحل مشان شو، مشان الشقه، وما نعرف شو بدنا نساوي. يعني الوضع كتير كتير صعب.